واستخبرهم أين يولد المسيح، فقالوا في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم يهودا لست الصغيرة في ملوك يهودا، لأنه منك يخرج الملك الذي يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم في أي مكان ظهر لهم النجم، وأرسلهم إلى بيت لحم قائلا: اذهبوا وابحثوا عن الصبي باجتهاد، وإذا وجدتموه فتعالوا أخبروني لأمضي أنا أيضا وأجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، فإذا النجم الذي رآه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما، ودخلوا إلى البيت فوجدوا الصبي مع مريم أمه، فخروا ساجدين له، وفتحوا كنوزهم وقدموا له قرابين ذهبا ومرا ولبانا. ثم أوحي إليهم في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، ففي طريق أخرى رجعوا إلى كورتهم. ولما انصرفوا تراءى ملاك الرب ليوسف في الحلم قائلا له: قم فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، فإن هيرودس مسمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام يوسف وأخذ الصبي وأمه ليلا وهرب إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس قد سخروا به غضب جدا، وأرسل فقتل كل صبيان بيت لحم وجميع تخومها من ابن سنتين فما دون، على حسب الزمان الذي تحققه من المجوس. إيجها كملة أومد بشمير أبو رمية نوية كيمر قال بشمي أبو رمتا بخيا عددت كبرتا راحت بخيا الذي إيالح ولقبة تدم سليم سبب ليلة أبو بيتا بثرمات مثل هيرودس ملكة بشل خزية ملاخد مريا أبو خلمة تيوسف أبو مصر ومير طالع قوش قول لإياله ويمح وسيل أرأد إسرائيل سبب مثلي أنا لك طبي وقيانة لإيالة قم ليوسف وشقل لإيالة ويمح وثيل الأرض إسرائيل قد شميل دي لأركيلاوس آو تي وابقو دكت دبابي حقو أيهود إيقا الزيلة تزال التامة وبش سميرة طالع حقو خلمة تزال الأفض قليلة وثيل اسكند بقوم ذيتا دكبيشة خريثة نصرت تتكامل ما فيش سمير بقنوية نصرايا بتبايش قرية شو حالا لا منايت ورق في دماري عليكم شو حالا ذبيحة المسيح الذي ولد لنا في هذه الأيام، ولد لنا مخلصا، ولد لنا حياة، ولد لنا سلاما، ولد لنا بشرى وأملا في الحياة. إننا في غمرة هذه الأعياد المباركة قد زارنا المسيح عما نويل إلهنا لكي ما يسكن فيما بيننا. فلنكن إخوتي الأحباء متحدين مع المسيح، ولا نتخذ موقف هيرودس الذي حاول منذ البداية بأن ينفصل عن المسيح، بل أن يفتش أن يهدم حياته ويقضي عليه ويقتله. هكذا نحن أيضا نتشبع بهيرودس كل مرة نبتعد عن الله، كل مرة ننغمس في أمورنا المادية، كل مرة ننسى واجباتنا المسيحية، كل مرة لا نريد بأن يكون عمانوئيل الله معنا نورا لحياتنا، نورا يريد ينير الدرب أمامنا. هذه
الأعياد يجب أن تبقى عميقة بالبشرى العظيمة الروحية التي حماتها لنا. الله معنا، المسيح معنا، إلهنا معنا، عمانويل. تعرفون إخوتي الأعزاء أن كنيستنا الفنلندية تفتخر قبل كل الكنائس إذ إنها اتخذت هذا النشيد الملائكي بأن يكون مدخلا لكل صلواتها الليتورجية. ترون في الصباح وفي الظهر وفي المساء وفي القداس وفي كل احتفال الليتورجي نقوم به دائما نبدأ تشبحت لا لهب روم، المجد لله في العلى، على العرش لاما وعلى الارض السلام، وصورة طاولة ويناشا والرجاء الصالح لبني البشر. ليس فقط في هذا موسم الميلاد ولكن طيلة السنة كل صلواتنا الطقسية الكلدانية تبدأ بهذا النشيد. أصبحت لا لهب روم على العرش لاما وصورة طاولة ويناشا. هذا أن كنيستنا تريد بأن تقدس هذه الفترة الميلادية مجيء المسيح المخلص في حياتنا، بأن تجعله دائما حاضرا في حياتنا، بأن لا تنسينا هذه العطية الكبيرة، هذا الحب الكبير الذي أظهره الله معنا. هكذا أحب الله العالم حتى إنه أرسل ابنه الوحيد من أجل أن تكون الحياة له، أن تكون الحياة لنا، الحياة لكل واحد منا. أن نحافظ على هذه الحياة الإلهية وأن لا نخسرها بالخطية، وأن لا ننجرف بسهولة وراء مغريات العالم. هناك مغريات كثيرة تجعلنا بأن نبتعد مع الأسف عن واجباتنا المسيحية وعما يطلبه الله منا، بأن نكون دوما متحدين معه بالروح وبالقلب وبالحياة. أهنيكم جميعا بهذه الأعياد المارانية وأحملكم في هذه الذبيحة الإلهية لكيما الرب يبارك أيامكم، يبارك أعيادكم، يبارك عوائلكم وأطفالكم، يبارك أعمالكم ويوفقكم دائما. رؤيتك كلنا سوية جميعا يا حياتنا بأعمال الجهد الصالحة التي تسر وتطلب بربوبيتك المجيدة، فنستحق بعام نعمتك أن نصعد لك المجد والتوقير والشكر والسجود كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. سبحانه ونورا ونروح القدس Sure.
بنعمتي ورحمتي إلى الأبد آمين. اللهم صليتك أيها الرب إلهنا، نعلم هذه الأسئلة المجيدة المقدسة المحية والإلهية، وتوضع على المذبح الغافر حتى مجيء ربنا للمرة الثانية من السماء، له المجد في كل حين إلى الأبد آمين. شوخنا الأورار وقلب الشام، المذبح الشام لذكرانا لو كنت مديان الملاذ. من عالم واحد من عالم آمين وآمين، شيحة ودورار عم وتحيدة، صلّم وشينا بوريزة. آمين وآمين، دخان خاون عن مذبح الشام، عن كنينة صار سالي كذا. Yeah.
الذي خرج بعد العمل فوجدنا وهو يسعى
Thank you.
الملك امشي حبارا قد تنحو الساعة الآن. لك الذي باركنا بكل البركة الروحية السماوية بيسوع المسيح ربنا، ودعانا إلى تطويبات الشيء الذي لا تفنى ولا تزول، وأعطانا جسده ودمه وربه الحياة التي لا تفنى، ليباركنا بكافة النواحي جمعنا المفتدى بالصبي، وليحميه ويحفظه بعنايته الإلهية من كل أذية، وليصون من أيدي جميع الأعداء كنيسته المشترك بالدم الكريم، ليقيم لك ملكا دائما، وليزين أولاده بكل الجمالات، ولينصر الرواة ويؤيد الكهنة، وليغني الشمامس بكافة المواهب، ليسد